ماما بقول لك ايه، انا نازله الكليه وعايزه فلوس. الله اكبر، يعني انت حابه تصلي دلوقتي وانا نازله؟ الله اكبر. طيب استناكي، ماما عندي محاضره الساعه 8. الله اكبر، صلاه ايه دي دلوقتي؟ طب انا هروح اخد الشنطه قبل ما اخلص. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. ايوه، عايزه ايه؟ عايزه فلوس عشان عندي كليه. ماما انا عندي كليه، عندي محاضرتين وهفطر مع اصحابي. تمام، هفطر مع اصحابي. الفلوس راحت فين؟ مش عارفه. استني بس، خدي بس هاتيلي منها دواء الضغط وانت جايه. وجبتي الباقي كمان؟ يا ريت، لو لقيتي حاجه تانية هتاني. بقول لك هفطر بره. ما يا دوب بس. حلوه قوي. اعمل ايه؟ جميله جميله، كويسه قوي. بس روحي بقى كملي صلاه. ماشي، مع السلامه. بس ايه ده؟ ماما ثانية واحدة، احنا مسيحيين اصلا. احلفي.